بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على ابن قاسم الغزي الذي شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع على فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم نتكلم على الفرض الثالث من فروض الوضوء. الفرض الثالث من فروض الوضوء، وفروض الوضوء ستة أشياء. فروض الوضوء هي الأشياء التي يجب أن تأتيها بحيث أنه لو نقص منها واحد لا يصح الوضوء أصلا. فروض الوضوء وما عدا غير هذه الستة مما في ذهنك يكون في السنن، في سنن الوضوء. ففروض الوضوء هي التي ذكرت في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، الآية تقول هكذا، آية رقم ستة في سورة المائدة، آية ستة في سورة المائدة بيّنت فرائض الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم الصلاة، دخل فيها النية، كلمة إذا قمتم إلى الصلاة يبقى النية هنا. فاغسلوا وجوهكم، يبقى أول حاجة النية، فاغسلوا وجوهكم غسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم منصوبة معطوفة على مغسول، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه خمسة. والسادس الترتيب، الترتيب اللي ذكره الله عز وجل. يبقى دي ستة فرائض للوضوء تحفظها. انتهينا من الفرض الأول والثاني. الفرض الأول هو النية، والفرض الثاني غسل الوجه بالتفاصيل المختلفة فيه. اليوم نتكلم على الفرض الثالث من فرائض الوضوء. يقول في الهامش: والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما، اعتبر قدرهما، ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة وأصبع زائدة وأظافير، ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه. ده الحتة اللي احنا هنشرحها. يقول في الحاشية: والثالث أي من فروض الوضوء غسل، المراد بغسل هنا الانغسال، لأن الغسل معناه فعل فاعل، واخد بالك؟ كلمة غسل معناها فعل فاعل، لكن الانغسال معناه بأي طريقة، بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل، كأن كانت السماء تمطر مثلا فنوى الوضوء وأعطى وجهه للسماء كده ويديه هكذا وقدميه هكذا، والسماء بتمطر مطر زي اللي بتشوفه في الافلام انت في اوروبا كده، حنفيه هيستغرق الاعضاء، واخد بالك؟ ونوى، يبقى تم انغسال الاعضاء المغسوله، وتم بدون الدلك، لان الدلك ده انك تدعك كده لسنه، احنا بنتكلم على الفرائض، فيبقى طالما تم الانغسال بدون غسل غاسل اهو، بدون فعل فاعل لوحده، صح وضوءه، خش يصلي. أو مثلا واحد ماشي جنب حمام سباحة أو جنب البحر، فرجله اتزحلقت راح نازل في البحر، وهو غطسان افتكر إنه ما كانش متوضي، فراح نوى رفع الحدث وراح طالع يطلع متوضي، أو رمى نوى رفع الجنابة وكان جنب ارتفعت جنابته، مع إنه ساعة ما وقع ما كانش ناوي، ده وقع عفوا، لكن نوى وهو غطسان، خدت بالك؟ يبقى المراد الانغسال مش الغسل، لأن الغسل معناه فعل فاعل، لكن الانغسال بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل. فهمت المسألة بقى؟ أدي معنى كلام الشيخ. غسل المراد به الانغسال كما علم مما مر، يعني في غسل الوجه. اليدين، واليدين مثنى يد، مثنى ده يعني اثنين. ما في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. مش كده برضه في لغة العرب كده؟ وإن كان في بعض قبائل العرب ما عندهمش مثنى، عندهم مفرد وجمع على طول.
في بعض قبائل العرب، لكن احنا بنتكلم على اللغة الغالبية، غالب العرب اللي هي لغة قريش وبني تميم، عندهم في المثنى وفي المفرد وفي الجمع. فاليدين مثنى يد، وهي عند اللغويين اما يقول لك واحد لغوي ايدك، لو سمحت شيل ايدك عني، ممكن يبقى انت دراعك عليه كله ويسميها ايد، مش كده؟ برضو انت ساند دراعك عليه كده وانت مسافر وقاعد جنبه، يقول لك يا اخي شيل ايدك عني يا اخي، هو سماها ايد. فالايد تطلق من اول الكتف لحد رؤوس الاصابع عند اللغويين. يبقى عند اللغويين اهل اللغه يطلقوا على اليد دي كلها من اول رؤوس الاصابع لحد المنكب، كل ده اسمها يد. هي صحيح اجزاء، هي عباره عن عضد وبعدين ساعد وبينهما مرفق وبعدين الكف. فما يقول الكف يقصد كف اليد، لكن لما يقول اليد لو لقيناه لغوي يعني من اهل اللسان يبقى يحتمل اي جزء بده كله، واخد بالك؟ اي جزء بده كله. وعشان كده لازم نقول له نحدد اني حته في اليد، يقول لك الى المرفقين. وعشان كده القران عربي بيكلم عرب، فقال له ايه؟ وايديكم الى المرافق، فبين يقصد اني حته في الايد، لان الايد تشمل من رؤوس الاصابع للمنكب. عارف لو ما قالش الى المرافق كنا غسلنا لحد الابط، فهمت ازاي؟ كنا زمان الواجب علينا يبقى الغسل لحد الابط، أدام ربك قال لك واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم وما قالش إلى المرفقين، يبقى كنا غسلنا من رؤوس الأصابع لحد الإبط، لأن ده يطلق على اليد. لكن ربك قال إلى المرفقين، يعني حدد لك إن من أول رؤوس الأصابع لحد الحتة دي المرفق، خدت بالك؟ يبقى عند اللغويين من رؤوس الأصابع إلى الكتف. طب وعند الفقهاء في باب الوضوء غير باب السرقة؟ في باب الوضوء لما الفقيه يقول لك تغسل ايدك يقصد الى المرفقين، وفي باب السرقة يقول لك تقطع يد السارق يعني الى الكوعين. مش والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طب واحنا عرفنا، عارف انت لولا سنة النبي بينت القطع حد القطع كنا قطعنا من عند الباط، لكن النبي جاء لما جه السارق راح قطع له عند الكوعين، وده الكوعين اهو، الكوعين اللي هو الايه؟ المفصل اللي بين الكف وبين الساعد، ده اسمه الكوع، لكن ده اسمه المرفق. المصريين عكسوا يقول لك الكوع اهو، لا ده مش الكوع، حتى يقول لك سقاني المر من كعاني. طب وانت هتشرب كده؟ انت بتشرب كده؟ فبتشرب عند الكوع ده. يعني حتى المثل العامي صحيح برضه، لان انت بتشرب من كوعك كده. سقاها المر من كعانها يعني ايه؟ يعني فقرها لدرجه حتى المر ما كانش عندها كوبايه تشربه فيه. ادي معنى سقاها المر من كعانها، يعني فقرها فقر اداكه، حتى ما فيش حتى الكوبايه تشرب بيها، مش ميه تشرب بيها المر حتى، لا ده بقت تشرب المر من كعانها، ده يعني بني ادم صعب. فيبقى الكوع اللي هو الجزء اللي بين الكف وبين الساعد. وعشان كده وضع اليدين، اليد اليمنى على كوع اليسرى في كيفية هيئة الصلاة، يعني تعمل كده. فالجماعة اللي بيقروا من غير مشايخ افتكر كوع اليسرى كده، فراح واقف مكتف نفسه، أصله قراها كده يقول لك أصل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، هو متصور إن ده الكوع، فهمت إزاي؟ لكن ده المرفق، ده الكوع، أو ده الكوع يا سيدي. فالحتة العظمة العريضة دي اللي تحت الإبهام، صباعك الكبير ده اسمه الإبهام، تمشي معاه كده تلاقي عظمة عريضة وعظمة رفيعة، خدت بالك؟ العظمة العريضة اللي تحت الإبهام هي دي الكوع. طب والعظمة الرفيعة؟ الكرسوع، اسمها الكرسوع، يبقى الكوع والكرسوع. طيب والعظمة الكبيرة اللي في الرجل اللي بعد إبهام القدم تلاقيها كبيرة كده، دي اسمها البوع، البوع، فهمت بقى؟ يبقى عندك الكوع والبوع. يقول لك ده ما يعرفش كوعه من بوعه، كان زمان حتى في ناس عوام في الكلام يقول لك ايه ده هو راجل بيفهم حاجة، ده ما يعرفش كوعه من بوعه، يعني ما يعرفش راسه من رجليه، يعني ما يعرفش ايده من رجله، فهمت؟ نفس المعنى هي هي. فيبقى
عند في باب السرقة، لما يقول لك تقطع يد السارق يقصد عند الكوعي، فهمت ازاي؟ لكن في باب الوضوء الفقيه ما يقول لك اغسل ايديك يقصد الى المرفقين، فهمت بقى المسألة؟ لكن اللغة لما يقول لك الايد يبقى من رؤوس الاصابع لحد المنكب في اللغة، فهمت بقى المسألة؟ يبقى كلمة يد دي اللغويين يطلقوا عليها اطلاق، والفقهاء يطلقوا عليها اطلاق في باب الوضوء غير اطلاقه في باب السرقة. وعند الفقهاء في باب الوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، وفي باب السرقة ونحوها من رؤوس الأصابع إلى الكوعين، ولو زادت الأيدي وجب غسل الجميع إلا زائدة يقينا. افرض واحد مخلوق كده طالع له كذا إيد، كذا إيد، مش في ساعات يتولد بكذا صباع زيادة، صابع زيادة؟ طب افرض طلع له ايد زياده، نازل كده ايد كده وايد كده، يبقى هيغسل الجميع ان كانت مسامته. لكن لو طلع له ايد من جنبه ما يغسلهاش، لان من جنبه طالع كف من هنا مولود كده، واخد بالك ازاي؟ خلاص ما يغسلهاش. لكن نبتت له هنا في موضع الوجوب الغسل، نقول له اغسله. طلع له صباع زياده هنا، نقول له اغسله، لانه جوه في موضع الفرج، خدت بالك؟ ولو زادت الايدي وجب غسل الجميع الا زائده يقينا ليست على سمت الاصليه. لو زائده يقينا زي ما قلت لك، طالعه من جنبه، طالعه من صدره، طالعه من كتفه، كف كده، يعني مش على سمت الاصليه، الايد الاصليه بتبقى تحت مش بتبقى طالعه من هنا، يبقى دي ما تتغسلش لانها مش على سمت الاصل. إلا على سمت الأصلي، يعني في موضع إيه؟ الأصلي، أو قريبة من موضع الأصلي اللي هو موضع الفرج، اللي هي من أول المرفق لحد رؤوس الأصابع. أي حتة في المساحة دي نبت فيها إيد يغسلها، لكن في غير دول نبت إيد تانية ما يغسلهاش. إلا زائدة يقينا ليست على سمت الأصلية، دي ما يغسلهاش. ويجري مثل ذلك في الرجلين، نفس الكلام ده هيتقال في غسل الرجلين. الرجل الزائدة ليست على سمت الأصلية ما تتغسلش، على سمت الأصلية تتغسل. نفس الكلام هيتقال في غسل الرجلين. وقلنا الكلام ده في غسل الوجه، إن واحد ليه وجهين، ما أنت بتشوف الوقت التوائم الملتصقة. ساعات يطلع لك واحد كده ليه وجهين، وبعدين هيعيش كده طول عمره، طب يتوضأ إزاي ده؟ فاتكلمنا عليها في غسل الوجه. أو وجه من أفاه، وجه من إيه؟ من وجهه. يغسل أنهي واحد؟ يغسل اللي فيه الحواس، يغسل اللي فيه الحواس. طب افرض اللي فيه الحواس هو اللي في أفاه، يغسل اللي في أفاه مع إنه لا تتم به المواجهة، لأنه العبرة بالعمل. لكن ساعة ما يجي يصلي يواجه الصلاة بصدره مش بوجهه، فهمت إزاي؟ لأن العبرة باتجاه القبلة بالصدر مش بالوجه، باستقبال القبلة. فهمت المسائل؟ كل دي الفقهاء ما سابوها لكش كده تقعد سبهلل، فهموها وحددوا لك ليها حاجات علشان لما تيجي تواجه في المستقبل مثل هذه القضايا تلاقي ليها حلول. ويجري مثل ذلك في الرجلين، ولم يذكر الشارح هنا لفظ الجميع كما فعل في نظيره في الوجه. هناك في الوجه قال يغسل جميع الوجه، هنا ما قالش جميع، واخد بقى؟ قال اليدين إلى المرفقين، ما قالش جميع اليدين إلى المرفقين. ولعله للاستغناء عنه بما تقدم، لأنه يعلم بالمقايسة، فما رضاش يقول جميع هنا، لأن هناك برضه هتعرف إذا ما جميع الوجه يبقى جميع اليد إلى المرفق. يعني داير داير يعني. مش زي اللي بيتوضأ يعمل كده وتلاقي الحتة دي ما جالهاش مية خالص. لا. يعني كده ويلف إيديه خالص يطمئن إن المية جت إيه؟ حوالين اليد بجميع اتجاهات. خدت بالك؟ لأن في ناس تقعد يجي يعمل كده تحت الحنفية ويروح ناقل كده، تلاقي الحتة دي زي ما هي ما تبلدش. واخد بالك؟ تاخد بالك من الحاجات. ولم يذكر الشارح هنا لفظ الجميع كما فعل في نظيره في الوجه، ولعله للاستغناء عنه بما تقدم، لأنه يعلم بالمقايسة، يعني بالقياس. ولو كان فاقد اليدين، طيب، واحد بقى مولود فقد يديه، أو في حادثة نسأل الله السلام فقد يديه الاثنين. وأنا شفت واحد كده شاب كان جالي في ثانوية عامة والله في حادثة قطار فقد إيديه الاثنين من أول كتفه،
ماسكين يعني، حتى لو وقفت دبانة حد ينشها له. وثانوية عامة واد جسمه حلو كده وحاجة، لكن نصيب واخد بقى. فده يعمل ايه لما يجي يتوضا؟ حد هيغسل له وجهه، وبعد غسل الوجه يمسح رأسه ويغسل رجليه، خلاص اتوضا، لأنه ما بقاش في محل لليدين. فيجي وقت مسح الرأس بعد غسل الوجه على طول، لأن ما فيش إيدين. خدت بالك ازاي؟ خلاص غير موجودة، إما بتحبش أو مولود كده. ولو كان فاقد اليدين فمسح رأسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه، افرض عمل كده، ثم نبت له يدان بدل المفقودتين، يعني هو قاعد بيدعي يا رب يا رب عايز ايدين يا رب يا رب ايدين، ربنا قادر ينبتني، لانه هنا بيتعاملوا مع رب العالمين. انت بتستعجل هتنبت له؟ اه يا عمي، افرض واحد دعا ربنا واستجاب له، انت مالك يا اخي؟ الواد غلبان مش لاقي حد يعمل له طلباته، ومذلول لكل خلق الله، عايز حد يحط له لقمه في بقه، عايز حد يلبسه، عايز حد يدخل معاه الحمام يشطفه، شغلانه صعبه. فهو حس كده بالقهر وبالاضطرار، وقال يا رب يا رب يا رب. فبعد ما قال يا رب كده وكان اتوضى وما كانش غسل له، فبص لقى ايد بتنبت كده. نقول له روح اغسلها ولا روح صلي؟ ما دي ما اتغسلتش. ادي هو الشيخ بيتصور لك هذا التصور لو حصل، واخد بالك ازاي؟ مش ان الله على كل شيء قدير؟ طب بتستعجب ليه؟ الكفار يتعجبوا، لان مش عارفين ان الله على كل شيء قدير، بس فيتعجبوا. يقول لك بقى معقول ده هيحصل؟ لا، المسلمين يقول لك اه ان الله قادر. الصحابي اللي هو مات الركوبه بتاعته وهم راجعين من غزه وكان ضعيف وما فيش ركوبة تانية يركب، وهو ضعيف ما يقدرش يمشي، عمل ايه لما ماتت الركوبة؟ صلى ركعتين وقال يا رب مش عايز يبقى حد ليه منة عليا ويركبني معاه وكل شوية يقول لي فاكر لما كنت مش لاقي تركب وركبتك، يا رب المنة ليك انت، احيهولي بس لحد ما اوصل المدينة، وموته تاني مش مشكلة بس لحد ما اوصل. شوف، لانه بيعامل مين؟ ربه، عارف ان ربنا على كل شيء. خلص الركعتين لقى صح وراكب الركوبة بتاعه لحد ما وصل المدينة مات، خلاص سهلة. احنا نعرف واحدة ست كان جوزها مرض وكان ولادها صغيرين قوي، عندها يجي 3 4 ايام، مرض مرض شديد، وراح للدكاترة قالوا لا لا ده مرض وده ملوش علاج ده هيموت. فقعدت تقوم بالليل تتهجد وتقول يا رب يا رب يعيش بس حتى ولو لحد ما العيال تاخد الابتدائية، يا رب. سبحان الله، الراجل يخف ويعيش والعيال تاخد الابتدائية ويموت. يعني الواحد لما يجي يدعي يقول طب لحد ما اتجوز؟ يعني ما يحددش، ما يضيقش على نفسه. دي حقيقه اللي بحكيها لك، دي حقيقه واقعه. فالواحد ما يضيقش على نفسه، انت بتتعامل مع كريم، واخد بالك؟ كريم وسع. شوف انت الصحابي اللي هو قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد، الراجل اللي بال ده، ما انت عارف القصه. اما الرسول ضحك كده وابتسم وقال له لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا يعني ضيقت حاجه واسعه، رحمه ربنا واسعه، هتضيقها خلي يعدي منها 2 بس، مش عايز يعدي منها غير 2 ليه؟ خد بالك، فالواحد لازم يوسع الرحمه على نفسه وعلى الناس. فهنا بيقول لك ايه؟ ولو كان فاقد اليدين فمسح راسه بعد غسل وجهه وتمم وضوءه ثم نبت له يدان بدل المفقودتين. لم يجب غسلهما لأنه لم يخاطب به حين الوضوء، لكن انتقد وضوءه بعد ما نبته، نقول له اغسلهم بقى. فهمت ازاي؟ لا ما يغسلهاش، لا ما يغسلهاش، لا طرف صناعي لا ما يغسلوش، ده لو غسل يبوظ هيكلفه كتير، ما يجيبش عليه ميه. ثم نبت له يدان بدل المفقودتين لم يجب غسلهما لأنه لم يخاطب به حين الوضوء لفقدهما حينه، فمسحه الرأس وقع معتدا به فلا يبطله ما عرض من نبات اليدين. فهمت بقى الحتة دي؟ طيب، طب ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء، الرجل اتوضى وجاي في الجامع ماشي متوضي الحمد لله، هم
حبشة اتقطعت ايدي الاتنين بس ما فقدش وعي، ونقلوه المستشفى عملوا له ايه شوية حاجات، وقفوا له النزيف وخلاص كده، وهو بقى عايز يلحق يصلي، يغسل موضع ولا خلاص يصلي على طول؟ دي قصة تانية، دي حكاية تانية، خدت بالك ازاي؟ هو بيحكي لك كلها يعني حاجات مختلفة، فروع مختلفة عشان تعرف حلها الفقهي. ولو قطعت يده من محل الفرج، من محل الفرج يعني من المرفق، ادي محل الفرج، خدت بالك؟ بعد الوضوء او مثلا في الحتة دي او في الحتة دي، كل دي محل فرج، كل دي محل فرج، صباع ضاع منه، واخد بالك؟ الكف كله، نص الكف، نص الذراع، لحد كل ده محل فرج، يعني حبسة شملت اي حتة في دي، خدت بالك ازاي؟ ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة، ما دام على نفس الطهارة دي. ولهذا قال في شرح المهذب الإمام النووي، في شرح المهذب هو اللي قال، قال في شرح المهذب بيوصل الإمام النووي، اتفق أصحابنا يعني الشافعية على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله، أو رجله كذلك، أو قشطت جلدة من وجهه، أو جاله اتقشطت حتة جلدة من وجهه، أو حلق رأسه، حلق شعره وكان هو مسح على شعره ده وكان متوضي، يروح بقى يمشي على الحتة اللي ظهرت ولا كفاية؟ مش كل ده ممكن يخطر في بالك؟ واخد بالك؟ هو عايز يحل لك المشاكل دي كلها. او بعد ما غسل وماشي اتقشطت حته جلده كده، واخد بالك؟ فواجب انه يغسل الجزء اللي باين ده ولا ما يغسلوش بعد كده وهو متوضي؟ كل الحاجات دي عايز يحلها له. لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهاره. فهمت بقى؟ سهله. يعني انت عايز تروح للحلاق ومتوضي وهيستحلق بالموس، خلاص حلق لك بالموس، اطلع من عند الحلاق صلي، مش مهم بقى تمسح على ايه؟ على الجزء اللي ظهر من راسك بعدما ازلت الشعر. او حلق لك شعرك، واخد بالك، وساب لك شعر تاني قصير ما كانش طاله المسح، اللي طاله المسح هو اللي اتقص. فهمت ازاي؟ يبقى مش واجب عليك انك تمسح اللي ظهر. وبعدين اصل لو كان واجب عليك هتمسح اللي ظهر وتغسل رجليك، خد بالك، لان الترتيب. لكن مش واجب عليك، روح صلي على طول، اطلع من عند الحلاق ده على الصلاة على طول، اطلع من عند المستشفى دي بعد ما اتقشطت حتة الجلد وغطوها لك على الصلاة على طول، مش واجب انك انت تغسل محلها ما دمت على تلك الطهارة. واضح؟ وأما لو قطعت من محل الفرض أو كشطت الجلد المذكورة قبل الوضوء، لو حصلت الحكاية دي بقى قبل الوضوء، وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي وضح بالكشط، كل ده بشرط الا يضره، خد بالك، بشرط انه ما يبقاش فيه ضرر بالغ، انه هيتاخر الخففان او البرقه او بتاع بالشروط. لكن افرض الدكتور قال له لا لا، ده القشطه دي لو جه عليها ميه ما يجراش حاجه، يبقى وجب عليه غسلها. فهمت ازاي؟ لما يجي يتوضى، لانه لما حصلت الحادثه ما كانش متوضي اصلا، فهمت؟ فجاء عليه فرض بعد كده، يبقى وجب عليه غسلها. ما لم يضره طبعا، ده معروف، لان ايه القاعده؟ لا ضرر ولا ضرار. وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذي وضح بالكشط، يعني لو كشط كده فبنت عظمه وغسلها ما يضرهاش، يبقى وجب غسلها. خلاص. ويجب غسل موضع شوكه بقي مفتوحا بعد قلعها، دخلت في ايده خشبة، سلاية خشب كده أو شوكة، فراح ما كانش متوضى، شالها، سايبة الخرم بتاعها باين، يبقى وهيتوضى، يبقى يغسل مكان الخرم ده كمان، الحفرة اللي كان فيها السلاية اللي دخلت دي أو الشوكة، خدت بالك؟ ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها. طب افرض أنا شلت الشوكة دي واتقفل مكانها لأنها كانت رفيعة أوي، خلاص مفيش حاجة. لكن الكلام ده لو شوكة بقي مفتوحا مكانها، يعني خرمت الجلد وقشطت حتة، فبعد ما شلتها بقى في زي حفرة، خدت بالك؟ يبقى يجب غسل الحفرة دي. لكن بعد ما شلتها كانت رفيعة ودخلت بنظافة كده، فلما شلتها ما سابتش حفرة، يبقى لا يجب غسل مكانها الداخلي يعني.
ويجب غسل موضع شوكة بقي مفتوحا بعد قلعها، ولا يصح الوضوء مع بقائها، ولا يصح انه يتوضأ والخشبة جزء منها داخل في جلده مغروز وجزء طالع، ما ينفعش يتوضأ وهو كده لأنه فيه نجاسة متصلة به، ولا يجوز أن تتوضأ أو تصلي وفيك نجاسة متصلة بك متحركة بحركتك، فهمت؟ لأن الخشبة اللي داخلة متصلة بالدم، والدم نجس وطالعة بره، فبقت فيه تنجست وبعدين بقت نجاسة متصلة، يبقى ما ينفعش تصلي كده ولا ينفع تتوضأ كده، لازم تشيلها الأول، فهمت؟ دي أدي الكلام. طب افرض غرزت واختفت جوه، خلاص ينفع تصلي وتتوضى كده لانها جوه بقت لها حكم الباطن، فاهم؟ زي واحد جات له رشايه او شظيه او طلقه ودخلت اخترقت وعاشت جوه العضله بتاعته، جوه العضله. في ناس من ساعه الحروب لحد دلوقتي عندهم شظايا جسمه، ما يضرش لان دي لها حكم الباطن، واخد؟ انما هنا بيتكلم على حاجه جزء منها ظاهر وجزء منها مغروز، يبقى في الحاله دي كان في نجاسه متصله، خدت بالك؟ ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي محلها مفتوحا، يعني لما يبقى الجزء لما يسيبها ويتوضى بيها ما يصحش الوضوء ده، لو كانت جزء منها ظاهر أو لو كان لما يشيلها يبقى مكانها مفتوح، يبقى لازم يشيلها. وعشان عشان إيه؟ عشان يغسل محلها، عشان يغسل محلها. والأصح الوضوء مع بقائها، ولا يصح الوضوء مع بقائها إذا كانت بحيث لو أزيلت بقي مفتوحا محلها مفتوحا، وإلا صح الوضوء. نعم، وإلا صح الوضوء مع بقائها، واضح؟ لكن إن غارت في اللحم، بشرط يصح الوضوء مع بقية امتى؟ ان غارت في اللحم. فهمت كلام الشيخ بقى؟ والا صح الوضوء مع الوضوء مع بقائها، لكن يعني بشرط ان غارت في اللحم. واضح الكلام؟ طيب. واختلطت بالدم الكثير لم تصح الصلاة معها، وان صح الوضوء. وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة، كل ده إذا كانت رأسها باينة، فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنها اختلطت بالدم الكثير فلا تصح الصلاة معها، لأنه بقى بيصلي بنجاسة متصلة بيه. خد بالك ساعات الواحد يبقى مثلا إيه، بينف كتير ومن كتر النفافة يبقى فيه شوية دم بينزل، وبينف وهو في منديل ويشيل المنديل في جيبه، ما ينفعش يصلي والمنديل ده في جيبه لأنه بقى حامل نجاسة، بقى حامل نجاسة. اما يجي بقى يصلي ينحيه جانبا، يطلع المنديل اللي فيه اثر المخاط اللي فيه الدم ده ويحطه في حته بعيد كده ويقف يصلي والمنديل ده مش في جيبه، ولا ورقه الكلينكس اللي فيها المخاط المختلط بالدم في جيبه، والا يبقى حامل نجاسة. ولو قلنا ان السجاير بيغطسوها في انواع من الخمور عشان تدي نكهه، لان في ناس قالوا ان في صناعه السجاير بيغطسوا الطنباك ده بتاعها ده التبغ ده بيغطسوه في انواع خمور مختلفه، وده اللي يدي نكهه المارلبورو عن الدمهل عن الكليوباترا عن ايه تاني انواع كده، ده اللي انا فاكره ومعرفه، واخد بالك؟ بولمونت، واخد بالك؟ فكل نوع بيبقى ليه نكهه معينه يعرفها المدخن، فالنكهه دي بيقول لك بتيجي من خلطه التبغ مع ان هم بيحطوه في انواع من الخمور المختلفه. فإذا صح ذلك، وده عايزين نسأل الناس اللي بيصنعوا السجائر، لو صح ذلك تكون السجارة نجسة، ويبقى لا يصح أن يصلي وهو حامل علبة السجائر، واخد بالك؟ لأنه صار حاملا بنجاسة تبطل صلاته وهو حاملها، فيبقى ساعتها نقول للمدخن لحين ما يبطل تدخين لما تيجي تصلي يبقى ما تحطش العلبة في جيبك، خدت بالك؟ حطها ايه في حته كده بعيده لعلها تتسرق منك وتزهق، كل شويه تطلعها وتزهق تقوم تتسرق منك تقوم تزهق منها وتبطل، فمصلحه برضه. في اصابه مثلا وفيها جرح بتعمل المده والصديد وهو بيقفل بالبصر عشان ما تنجسش الملابس،
ده ما يجراش حاجة. ما هو احنا قلنا الضمادة هتيجي حكم الضمادة بقى، واخد بالك؟ او عليها قشرة، دي ما لا يجب ازالتها، لا يجب ازالة القشرة الناشفة اللي عليها زي جلطة كده وعملت قشرة بني ولزقة على مكان الجرح، ما يضرش، لا يجب ازالة. لو يبقى دي هيبقى في الحالة دي، واخد بالك، هناخد حكم الضمادة. يعمل ايه؟ الحتة اللي فيها الجرح مش هيغسلها، هيغسل الاجزاء اللي هي بعيدة عن الجرح، يجي يعمل كده، يروح ايه يعمل كده، غاسل كده ويرفع ايده كده وينشف الحتة دي، عشان ما يرفع كده ما ينزلش مع الجرح، ويرفع ايده كده ويروح غاسل الجزء ده، ويبقى الحتة دي ما طالهاش فيها جرح، وبعدين بعد كده يروح متيمم عن الوضع ده، يبقى يجمع بين الوضوء والتيمم. ده مذهب الشافعية كده. لو في مكان غير فراغ لا، لو في مكان غير فراغ الوضوء معفو عنها، إذا كانت في موضع الجرح ونشع من الضمادة، واحد مجروح وناشع الدم من موضع الضمادة يعفى عنها، دي في المعفوات، قريناها احنا في باب المعفوات. ما مش كل نجاسة تمنع صحة الصلاة، في نجاسة معفوة عنها، زي مثلا دم البراغيث اللي تلاقيه في بعض الايه الهدوم والثياب، او واحد مثلا وهو بيصلي وقفت على قرطو ناموس فراح عاملها كده، فراح سايبه له وقع الدم، يقف عنه، واخد بالك؟ ده لصعوبة الاحتراز، بيقف عن الحاجات، خدت بالك؟ او لا اكلان فراح عملها كده، وهو مش عارف انها اكلان اصلا في الاول. لو عارف بقى الاحسن يروح شايلها كده وحطيتها في جيب اللي جنبه. دي نجاسة مهنة، دي اسمها نجاسة مهنة، يقف عنها في محله، لكن ما يصليش في المسجد بهدومه اللي فيها نجاسة المهن، يبقى يصلي في محله أو في المذبح بهدومه اللي فيها الدم، لكن عايز يطلع في الجامع اللي قدام المذبح يبقى يقلع الهدوم المستسخة دي ويصلي بهدوم نظيفة، عشان المسجد ما الدم اللي في اللثة برضه ينجس داخل الفم، يبقى وجب عليه أن يتمضمض علشان ما يبقاش داخل فمه نجس. لازم لو مسح كده، اصل لازم الماء في ازاله النجاسه، لا يكفي المسح، لازم الماء يتمضمض مرتين ثلاثه لحد ما يزول اثر الماء الدم اللي في اللثه، وبعدين ايه اذا كان مسحه بمنديل وشايله في جيبه، يرمي المنديل ده او يشطفه كويس عشان ما يبقاش حامل نجاسه. الحاجات دي كلها مهمه عشان الواحد لما يجي يصلي يبقى فاهم بيعمل ايه، لانه ساعات بتفوت على بعض الناس وتلاقي صلاته باطله وهو ماشي كده متصور انه صلى صلاه صحيحه، فالواحد ياخد باله. يبقى مبدئيا المدخنين ما يصلوش وهم شايلين علبة السجاير لحد ما يروحوا مصنع السجاير ويسألوا لهم، لحسن يكونوا بيغطسوها في كحول ولا بيغطسوها في خمور فتبقى نجسة في الحال. لو قال لك لا ده احنا ما بنغطسش ما بنعملش كده تبقى طهرة، واخد بقى؟ يبقى مش اشكال، صلي وانت شايلها مش مشكلة، لكن بطلها عشان في دار الافتاء دلوقتي في مصر استقر الامر فيه على ان السجاير حرام، خلاص وقفتوا بذلك وعلقوها في المساجد ايام الدكتور نصر فريد وصل، واخد بالك؟ افتى بحرمتها خلاص، هم قعدوا فتره مختلفين بين الحل والحرمه والكراهه، واخد بالك؟ واستقر الامر على الحرمه بعد ثبوت الضرر منها على البدن، وبعد ذلك الضرر ايضا من النفقه واللي هو الاسراف، واخد بالك ازاي؟ يضيع فلوسه على الفاضي. ولكن لو قلنا انها حرام تكون من الصغائر وليست من الكبائر، ليست كالخمر مثلا، يعني المدخن مش زي شارب الخمر، شارب الخمر بيعمل حرام والمدخن بيعمل حرام، بس التدخين حرام من الصغائر والخمر حرام من الكبائر، واضح؟ في فرق، المحرم زي واحد بيعاكس الستات كده من بعيد لبعيد، واحد بيزني ده حرام وده حرام، بس اللي بيزني كبائر، واللي بيعاكس الستات من بعيد لبعيد كده حرام برضه بس مش صغائر. فهمت المسألة بقى؟ في فرق بين الحرام الصغائر وحرام الكبائر. فمش كل حرام كبيرة يعني. في لمم وفي كبائر. وكل هذا فيما إذا كانت رأسها ظاهرة، فإن استتر جميعها، يعني دخلت كلها جوه تحت اللحم، حاضر. لم تضر لا في الوضوء ولا في الصلاة على المعتمد في المذهب يعني، لأنها في حكم الباطن. ايوه اتفضل يا سيدي. والا صح الوضوء مع بقائها، لكن بشرط ان غرت اللحم. لا
ايوه، ولا يصح الوضوء والا صح الوضوء مع بقائها، دي جمله متعلقه باللي فات، لان محل الفرد اللي ظهر جديد متغطي. ايوه، او لو شلتها محلها هيبقى مفتوح، فانا صليت وانا ما شلتهاش، بس هي مش مختلطه بالدم، يعني يا دوب بس ايه واخده القشره كده، بحيث حتى لو شلتها ما تخرجش دم، يبقى يصح الوضوء وهي موجوده، واخد بالك؟ طالما هي موجوده اصلي كده، لكن لو شلتها يبقى لازم اغسل مكان ما ظهر منها، بشرط ان يكون خلاص، وبشرط كمان ما تكونش مغروزه مختلطه بالدم، لان لو كانت مغروزه ومختلطه بالدم هتبقى ايه نجاسه متصله، خدت بالك؟ بيقول نحتاج لرؤيتكم اثناء شرح اعضاء الوضوء، فلم نستطيع التفريق بين الكوع والكرسوع. الكرسوع من غير الرؤيه، ركزوا معايا. الكاميرا النهارده مش محطوطه، لكن امشي مع الصباع الصغير اللي هو يسموه الايه الخنصر، مش كده؟ برضه الصباع الصغير خالص ده في الايد اسمه الخنصر، امشي معاه كده في اتجاه الساعد لحد ما تيجي على الكف، وتخلص الكف تخش على الذراع، تلاقي عظمه كده رفيعه، ها دي اسمها الكرسوع. امشي بقى مع الابهام اللي هو الصباع الكبير، خلصوا لحد ما تيجي على الذراع تلاقي عظمه عريضه، دي الكوع، فهمت؟ يعني ادي الكرسوع وادي الكوع، سهله مش عايزه يعني ايه صوره. الى المرفقين، اي مع المرفقين، يبقى الى بمعنى مع، وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق، لان في لغه العرب على فكره الغايه لا تدخل في المغيب استعمال الى، لكن لو باستعمال حتى تدخل، يعني لما يقول لي حتى المرفقين يبقى دخل المرفقين يقينا لغه بالدليل اللغوي، لكن لما يقول لي الى المرفقين يبقى المرفق ده نفسه ما دخلش، فهمت ازاي؟ يعني خرج. طب امال احنا ليه دخلناه في باب الوضوء؟ لبيان النبي في السنه، يبقى الدليل بيان النبي، ان الى بمعنى حتى، اللي خلانا نقول الى في الايه بمعنى حتى هو بيان النبي، فعل النبي في الوضوء، فهمت ازاي بقى؟ لكن عارف لو ما كانش بين لنا النبي ونزلت لنا الايه دي وما شفناش النبي اتوضى ازاي لغه، واحنا ناس عرب بقى بنفهم، نقول المرفقين خارجين، خدت بالك؟ لان الى ما تجيش بمعنى حتى الا بقرينه، فهمت ازاي بقى؟ إلى المرفقين أي مع المرفقين، كما في نسخة فإلى بمعنى مع، والغاية داخلة في المغية، الغاية اللي هي إيه؟ الغاية اللي هي النهاية، مش أنا بقول مثلا إيه؟ سافرت من كذا إلى كذا، فمن حرف جر يدل على الابتداء، وإلى حرف جر يدل على الانتهاء، يعني على الغاية، مش كده برضه؟ فهل الغاية تدخل في المغية يعني في المقصود، ولا لا تدخل في المغية في المقصود؟ فهمت المسألة دي؟ كما في نسخة فإلى بمعنى مع، والغاية داخلة في المغية، وإن كان الأصح أن الغاية مع إلى لا تدخل، من حيث اللغة الأصح أن الغاية مع إلى لا تدخل، بخلاف حتى، لكن حتى بتدخل فيها الغاية في المغية يقين، فخلينا إلى هنا بمعنى مع بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعضهم وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، عامل لك شعر يعني، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل، لكن حتى تدخل، فهمت الكلام؟ طيب، ومحل ذلك عند عدم القرينة، محل الكلام ده كله ما يبقى ما فيش قرينة، نقول إن إلى الغاية لا تدخل في المغاية، ما فيش قرينة، فإن وجدت قرينة عمل بها كما هنا، فإنه وجدت قرينة وهي فعله صلى الله عليه وآله وسلم على دخول الغاية، والعبرة بالمرفقين عند وجودهما ولو في غير محلهما المعتاد، يبقى العبرة في المرفقين
عند وجود المرفقين ولو في غير محلهما المعتاد. يعني واحد عنده مرفق، طالما عنده مرفق، افرض عنده مرفق طال قوي لدرجة بقى لحد هنا، لحد نصف عضده قبل بطن بكف واحد، يبقى يغسل لحد قبل بطن كف واحد، لان العبرة يوصل للمرفق حيثما وجد المرفق. طب افرض ايده كلها حتة واحدة، مفيش مرفق، مفيش مفصل، حاجة كده نازلة واخد بالك حتة واحدة وبعدين طالع منها كف، فما عندوش مرفق، يعني ما فيش باين عنده، تبص ايده تلاقي حتة واحدة، يعمل ايه؟ نشوف الانسان المعتاد الخلقة بيبقى المرفق على بعد قد ايه من الاصابع، على بعد مثلا شبرين من رؤوس الاصابع في الانسان المعتاد الخلقة، اهو شبر اهو وشبر اهو وصباعين، نقوم نقول له خلاص عد شبرين وصباعين واغسل لحده، فهمت ازاي؟ لانه مش مباين المرفق. واضح الكلام؟ ومحل ذلك عند احنا خلصنا دي. والمرفقان والعبرة بالمرفقين عند وجودهما ولو في غير محلهما المعتاد. واضح؟ حتى لو التصق بالمنكبين اعتبرا كما علم مما مر. يعني ما عندوش عضد، مولود كده ما عندوش عضد، يا دوب المنكب بتاعه المرفق متصل بالمنكب على طول وطالع ايديه، يبقى يغسل لحد ابطه خلاص، فهمت ازاي؟ لانه ما عندوش. والمرفقان ولو في غير محلهما المعتاد حتى لو التصق بالمنكبين اعتبرا كما علم مما مر. والمرفقان تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء على الافصح، ويجوز العكس، مرفق مرفق او مرفق، والافصح مرفق بكسر الميم، وهو مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد وابرة الذراع الداخلة بينهم. عظمتي العضد اللي هي في عظمة من هنا تقابل عظمة من هنا وبينهم ايه عظمة تانية زي الابرة كده بتلف حواليها، اللي تخلي ايدك دراعك ده يلف ايه فوق وتحت، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه التقاء التلات عظمات دول هو ده المرفق. وسمي بذلك لانه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. سمي مرفق عشان بيرتفق، يعني يستند بيه لما يبقى قاعد او هيقوم او كده ليستند الانسان بيه، فسمي ايه من الارتفاق، وهو انه يتكئ عليه. فان لم يكن له مرفقان مقابل لمحذوف تقديره هذا ان كان له مرفقان ولو في غير محلهما المعتاد، وقول اعتبر قدرهما اي قدر محلهما، فان لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما يعني قدر محلهما، زي ما قلت لك يقيس شبرين واصبعين ورغاش، ده لو كانوا مش موجودين يعتبر ايه محلهم، اي قدر محلهما من معتدل الخلقه من اقرانه بالنسبه، كان تعتبر يد معتدل. عارف يعني ايه معتدل الخلقه؟ اللي هو اما يعمل ايديه كده اهو يفردهم كده اهو بمحاذاه كتفه ويفرد صوابعه كده، وتقيس المسافه من اطراف الاصابع دي لاطراف الاصابع دي تلاقيها طوله بالظبط من دماغه لحد كعبه، يبقى ده اسمه معتدل الخلق. واضح؟ لان في ناس خد بالك ايديهم اقصر من طوله، فده مش معتدل الخلق. تيجي تقيس ايديه لما يفردها كده وتقيس طوله تلاقي ايديه بالطريقه دي اقصر، يبقى ده مش معتدل الخلقه، تلاقي ايديه قصيره. واحد تاني ايديه طويله قوي تلاقيه يبقى واقف كده ومدلدل ايده طايله ركبه، واخد بالك؟ ده مش معتدل الخلقه، ده لما يجي يعمل كده وتقيس تلاقي ان المسافه بين اطراف اصابعه اطول من المسافه من دماغه لرجليه. كل ده يعرفها الاطباء حتى والناس حتى المعتدين، الناس يقول له ابو ايد طويله ابو ايد قصيره، بيلاحظوها حتى بمجرد النظر، خدت بالك؟ يعايروا بعض الناس اللي هم ما عندهمش يعني فقه ولا دين، لكن اللي عنده فقه ودين ماشي على آية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، فهمت ازاي؟ ادي معنى معتدل الخلقة من أقرانه بالنسبة، كأن تعتبر يد معتدل الخلقة من رؤوس الأصابع إلى المنكب. يعني نيجي احنا ايه نشوف الجدع ده طوله قد ايه، طوله من دماغه لحد رجليه اللي هو ملوش مرفق، فطوله من دماغه لحد رجليه 150 ولا 160،
نجيب واحد معتدل الخلقة طوله 160 زيه، ونشوف من أطراف أصابعه لحد مرفقه كام سنتي، ونقول له اغسل لحد كذا سنتي، لأن هو ما عندوش مرفق، نعلمها له، نقول له شوف خط أهو، اغسل لحد هنا. فهمت المسألة بقى إزاي؟ لأنه ده ما عندوش مرفق أصلا مخلوق. كأن تعتبر يد معتدل الخلقة من رؤوس الأصابع إلى المنكب، ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فما بلغه من المقادير كثلاثة أرباع ذلك وجب غسله من فاقد المرفقين، وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله. يعني نحسب المسافات زي ما قلت لك بالمقياس دي، يروح لمهندس كده يهندسها، يروح يحسب المسافات وبتاع، أو ترزي يعملها له على طول مشوار واحد، وبعد كده يتوضا عليه بقى طول عمره. ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعه واصبع زائده واظافير، ويجب ازاله ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء اليه. ويجب غسل ما على اليدين، يعني ويجب ازاله ما عليهما من الحائل، اي حائل، واخد بالك، حاجة تحول كده طبقة يشيلها علشان بتحول من وصول الماء، كالوسخ المتراكم من خارج إن لم يتعذر فصل، يعني طين بتاع ده ما يتعذرش فصل، إنما افرض أنت الراجل اللي بيشتغل في الإيه؟ في الدوكو أو عمال النقاش ده، لو قعد يعمل كده يمكن جلده يتعور ولسه البتاع لزق، فده يعفى عنه بقى لصعوبة، يعفى عنه يتوضى وخلاص بقدر الامكان، اللي يتشال يتشال واللي ما يتشالش خلاص. فهمت ازاي؟ لكن اللي سهل ازالته كده يدعك عليه مره واثنين وثلاثه من غير ما يعور نفسه يتشال، يبقى يجب ازالته. اذا سال الدم من اللثه ولم يتوقف وستفوتنا صلاه الجماعه، هل انتظر حتى يتوقف الدم ام يمكن الصلاه؟ ده اسمه دائم حدث بقى، يعني دائم حدث، يعني الدم نازل في اللثه مستمر، كل ما يبصق يلاقي دم 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 ما بينتهيش، يقعد يتمضمض برضه ريقه متصل في دم، يبقى ده اسمه دائم حدث، يبقى هيصلي على حاله. واذا كان مرضه لا يبرأ، يعني عنده لوكيميا، عنده حاجه لا تبرأ لا يبرأ منها، يبقى خلاص ليست عليه الاعاده، يفضل صلاته صحيحه لحد ما ربنا يتوفاه وخلاص مفيش مشكله. لكن افرض مرضه ده هيبرأ منه، قعد مع اسبوع شهر اتنين، يبقى عليه اعادة الصلوات دي تاني بعد ما يخف. فهمت ازاي؟ علشان يدرك ايه؟ الصحة. يبقى صلى في الاول عشان يدرك الوقت، وبيعيد تاني لادراك الصحة. ده اذا كان هيبرأ من مرضه، لكن لا يبرأ من مرضه يبقى يصلي على حاله وخلاص، وليس عليه الاعادة. ايوه. ها؟ لا، اصل ما ينقضش وضوءه. ده ما ينقضش الوضوء، يعني ده مش من نواقض الوضوء، خروج الدم من اللثه ليس من نواقض الوضوء. هنقرا باب نواقض الوضوء تلاقي ما فيهوش الحته دي. ويجب ازاله ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من خارج ان لم يتعذر فصله، ان لم يتعذر فصله، عشان النقاشين يستريحوا، والجماعه اللي بيعملوا اللي بيدهنوا الاسترجي، الاسترجيه برضه تلاقي في ايديهم حاجات لازقه كده يمكن تفضل معاه طول عمره، واخد بالك، وتيجي تقول له طب اشتغل بجوانتي، يقول لك ما اقدرش، اصل انا لازم المس الحاجه ببشرتي كده وما اعرف ان تم دهانها ولا لا، انها ناعمه ولا لا، فما يعرفش يشتغل بجوانتي فمضطر، خدت بالك، يبقى ده الحاجه اللي لازقه فيه خلاص. ويجب ازاله ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من خارج ان لم يتعذر فصله، وإلا لم يضر لكونه صار كالجزء من البدن. لما يبقى خلاص لازق بحيث مهما كحت وما يتشالش، يبقى صار كالجزء من البدن، يبقى خلاص. ده كل ده عند الضرورة. لكن ما يحبش يقيس الكلام ده بقى، الستات يقول لك ما أنا هحط مونيكير بقى وده يصعب إزالته، أتوضى وهو موجود المونيكير اللي على لا. لأن ده لغير ليس له ضرورة. وازالته ما ينبنيش عليها ضرر، هتجيبي شويه قطنه فيها اسيتون تمسحي كده يطلع. سهله ولا يضرك ولا ياخد لحظه منك. والاسيتون رخيص بجنيه ولا بجنيه ونص، تجيبي ازازه قد كده، الحكايه سهله، لا هي غاليه ولا حاجه.
فيبقى من قش على الكلام ده الايه؟ المنكر للستات. واضح؟ اي ها؟ اذا كان لغرض العلاج خلاص، يبقى ساعتها يصح وضوء يصلي على حاله، ولما يبرأ يعيد. وعلى رأي الإمام المزني ليست عليه الإعادة لوجود العذر في هذا الحال، ده واجب عند الشافعي، ليس لكن ليست عليه الفتوى. الفتوى إنه عليه الإعادة طالما هيبرأ منه. خدت بالك؟ يعني بيقول إنه بيدهن حاجة على الأظافر لأجل العلاج، وبتترك طبقة، يعمل إيه؟ نقول له خلاص يتوضأ وما يزلهاش ويصلي على حاله كده، ولما يخف خالص يحسب كم صلاة صلاها بالطريقة دي ويبقى يعيدهم تاني براحته. وخرج بالخارج ما لو كان من العرق فلا يضر مطلقا. يعني لو كان العرق نفسه هو اللي متراكم، واخد بالك ازاي، ولزق كده وعمل طبقة، ما يضرش، لان العرق ده منه. وكذلك قشرة الدم اللي القشرة بتاعت الجرح دي ما يجبش عليه ازالتها، لانه لو ازالها هيطلع دم، يبقى مش هنخلص بقى، يفضل الدم يخرج، فيبقى يسيبه. وكذلك قشرة الدم وإن سهلت إزالتها ويجري ما ذكر في سائر الأعضاء، يعني في الوجه وفي الرجلين نفس الكلام. من شعر، يعني يجب غسل ما على اليدين من شعر أي ظاهره وباطنه، يبقى الشعر اللي على إيده دي لازم يغسله ظاهره وباطنه، يدعك كده لحد ما الشعرة نفسها تتغسل من جميع الجهات، وتحت الشعرة وفوق الشعرة ومنبت الشعر. وإن كثف، ولو كان كثيف، ولو كان كثيف، يعني حتى لو كان كثيف لا ترى البشرة من تحته، قال لك ولو كثيف لا ترى البشرة من تحته، لأن حد الكثافة قال لا ترى البشرة من تحته، واخد بالك؟ قال لك ليه؟ لأن ده نادر، والنادر لا حكم له. فهمت ازاي؟ يبقى يجب انه يوصل الماء للبشرة. ومثل ذلك جلدة معلقة في محل الفرد فيجب غسلها وإن طالت، واحد عنده زائدة جلدية مدلدلة كده منه في محل الفرد، جلدة معلقة كده، أو حصلت ان اتقشطت كده جلده وطلعت وبقت متعلقه منه مدلدله كده، يبقى يجب غسل المدلدل برضه طالما ما زالت ايه؟ معلقه من محل الفرد، لكن اترفعت الجلده وبقت متعلقه من فوق هنا، يبقى لا يجب غسلها لانها مش معلقه من محل الفرد. واضح؟ زي واحد عنده ورم كده طالع بارز في محل الفرد يغسله بقى. فهمت؟ زي نفس الحيل، هي سلعه بقى. وسلعة بكسر السين، وهي غدة تخرج بين اللحم والجلد، يعني ورم، غدة يعني ورم بين اللحم والجلد، يطلع كده يبرز، واخد بالك ازاي؟ يبقى عنده حاجة ورمة كده طالعة، برتقانة، ليمونة، زيتونة، حسب حجمها، بطيخة، كل حاجة على حسب حجمها بقى، عنده ورم كبير كده أو صغير أو أي حاجة في محل الفرد، يبقى يجب غسل. وسلعة بكسر السين، وهي غدة تخرج بين اللحم والجلد، وابتداؤها من الحمصة إلى البطيخة. يعني تبتدي من قد الحمصة صغيرة، ممكن تكبر لما تبقى في بعض الحالات قد البطيخ. وفي كتب الجراحة تلاقي صور عجيبة في مرضى عندهم حاجات أورام كانت أشكال عجيبة، تلاقيها كده يمكن قد، يعني احنا شفنا ناس ورمهم طالع من دراعهم مدلدل لحد فخده من كتر ما هو كبير، يقوموا يصوروا الصور دي، بتبقى حاجات نادرة يعني، وارد الحاجات دي وارد، والناس شافوها في احوال مختلفه. فلما تيجي تعرض على الفقيه يبقى عنده حل ليه. واما بالفتح، يعني كلمه سلعه، سلعه بالفتح، احنا قلنا سلعه بالكسر دي الورم ده. واما سلعه بالفتح فهي امتعه البائع، كما قاله ابن حجر في الزواجر، ابن حجر الهيتامي في الزواجر. والمشهور ان سلعه المتاع بالكسر ايضا، احنا تملي نقول ايه؟ السلع، السلع البضائع اللي عند الراجل التاجر، نقول سلعة، مش كده برضو؟ فهي المشهور ان سلعة بالكسر على الورم وعلى البضاعة اللي عند التاجر، الاثنين بالكسر، ده المشهور. لكن لغة ممكن الفتح تنفع للي عند التاجر، سلعة. والمشهور ان سلعة المتاع بالكسر ايضا، واما بالفتح فالشجة، سلعة يعني الشجة، الشجة يعني ايه؟ يعني البطحة،
يقول لك ده بطحني شجني، واخد بالك ازاي؟ شجني يعني بطحه، يعني شقه شقه لدرجة ان بانت منه حاجة كده من الباطن، خدت بالك ازاي؟ دي اسمها الشجة. ولذلك قال بعضهم: وسلعة المتاع سلعة الجسد، كل بكسر السين هكذا ورد، أما التي بالفتح فهي الشجة عبارة المصباح فاسلك نهجه. ده كتب لك بالشعر يعني، المصباح المنير اللي هو ايه؟ اللي هو قاموس، قاموس المصباح، يعني قاموس المصباح قال ان سلعة على زي شجة بالفتح كده، سلعة تبقى شجة، انما سلعة بالكسر تطلق على سلعة المتاع وعلى الورم اللي ايه اللي في البتاع. يقول لك: وسلعة المتاع سلعة الجسد، كل بكسر السين هكذا ورد، أما التي بالفتح فهي الشجة عبارة المصباح فاسلك نهجه. يعني امشي على النظام ده أحسن عشان ما تتحيرش. وأصبع، وأصبع زائدة برضو يغسلها، لو عنده أصبع زائدة برضو هيغسلها، بتسليس كل من الهمزة والباء، كما أن يعني إيه تسليس كل الهمزة والباء؟ يعني بضم وفتح وكسر الهمزة، وبضم وفتح وكسر الباء. تقول أصبع، تقول أصبع، أصبع، تقول أصبع، 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 تقول إصبع، إصبع، إصبع. أدي معنى التسليس. يبقى هتلت الهمزة وتلت الباء، يبقى عندي فيها 9 لغات، 9 احتمالات، مش كده برضو؟ يبقى فيها 9 احتمالات، وفي العشرة أسبوع على وزن عصفور، أسبوع على وزن عصفور، يبقى أصبع ده فيها 10 لغات، 9 في أصبع بتسليس الهمزة والباء، والعشرة أسبوع على وزن عصفور. سهلة؟ بتسليس كل من الهمزة والباء، كما أن الأنملة بتسليس كل من الهمزة والميم. الأنملة اللي هي عقلة الصباع، الأنملة، تقول أنملة وإنملة وأنملة، بتسليس الهمزة والميم برضو فيها 9 لغات أنملة، ففي كل 9 لغات. وفي الأول اللي هي أصبع لغة 10، وهي أسبوع كعصفور، ولذلك قال بعضهم: بأصبع ثلثا مع ميم أنملة، بأصبع ثلثا مع ميم أنملة، والهمز أيضا روي واختم بأصبوعي. كل ده بيعملوا لك أشعار علشان يعني تبقى حافظها، واخد بالك ازاي؟ كانوا زمان العلماء يحبوا أي حاجة فيها خلاف كده يعملها لك بيت شعر كده، يقوم إيه الطالب يغنيها يقوم يحفظها. وبأصبع ثلثا مع ميم أنملة، مع ميم أنملة، مع ميم أنملة، هتثلث مع ميم أنملة، والهمز ايضا باء اصبع، خد بالك باء اصبع، اقراها كده باء اصبع ثلثا، باء يعني حرف الباء، باء اصبع ثلثا، باء اصبع يعني حرف الباء في اصبع، ثلثا يعني مضموم مكسور ما ايه مفتوح، مع ميم انملة وميم انملة كذلك، والهمز ايضا في الاثنين، والهمز ايضا روي واختم باصبوعي. ونقف على الأظافير، نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. وأظافير جمع ظفر، 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 تنفع كده بضمتين، ظفر وظفر بضمة وسكون، الاثنين صح. جمع ظفر بضمتين أو بضم فسكون أو بكسرتين، ظفر أو بكسر فسكون، ظفر، كل ده صح. فهذه 4 لغات. والخامسة أذفور كعصفور. ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه، بل عليه أن يغسل محل القلب. أنا توضيت، وبعد ما توضيت وخلصت وضوئي لقيت أن إيه الظفر ده ما جالوش مية، فرحت قصته عشان كان طويل، عشان كان عليه وساخة كتير حالت بين وصول الماء له، واخد بالك؟
فرحت قاصص الحته اللي كانت عليها الوسخ ده وكانت زائده. ففي الحاله دي لازم اغسل محل لانه ما اتغسلش، واذا غسلت محل القطع القص يبقى لازم اعيد غسل الرجلين، مسح الراس وغسل الرجلين عشان الترتيب. فهمت ازاي؟ ادي المعنى اللي هو عايز يقوله. ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه فلم يجزه بل فلم يجز لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم اللي هو الايه أصل الأظافر، ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجائه مراعاة للترتيب. لأن عندنا احنا الترتيب ركن، الملكية عندهم الترتيب سنة. يعني لو ملكي يغسل محلها وما يعيدش حاجة، لأن الملكية عندهم الترتيب سنة، لكن الموالاة ركن عندهم، كله ورا بعض يبقى ركن. لكن الشافعية عكس، وعندهم الترتيب هو اللي ركن والموالاة كله ورا بعض هو ده اللي سنة. مراعاة للترتيب ولو كان ذلك في الغسل. طب افرض الحكاية دي كانت في الغسل، كفاه غسل موضعه، لأن الغسل لا ترتيب فيه، مباراة تعميم البدن بالماء من أي جهة، خدت بالك؟ فلو كان في الغسل مش محتاج يعيد حاجه، يغسل الحته دي بس. لكن لو في الوضوء هيغسل الحته دي ويعيد الاعضاء اللي بعدها، عشان الترتيب في الوضوء مطلوب، لكن في الغسل الترتيب مش مطلوب. ويجب ازاله ما تحتها اي تحت الاظافير من وسخ، بيان لما تحتها. كان زمان يقعدوا في المدارس يشوفوا اظافر الطلبه عشان لا يكون تحتها وسخ، مراعاة للصحة، لصحته البدنية ولصحة عبادته في الوضوء. يوم يتعود من صغره على النظافة دي، يوم يحافظ على صحته البدنية ويحافظ على صحة وضوءه لما يتوضأ. فهمت ازاي؟ بيربوه على الحكاية دي. ويجب إزالة ما تحتها أي تحت الأظافير، وقوله من وسخ بيان لما تحتها. ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به، بيعفى عن القليل في حق من ابتلي بيه. يعني ايه؟ يعني واحد بيشتغل طول النهار، بيشتغل في الارض، بيشتغل في التربه، بيشتغل فلاح، فتلاقي التراب والحاجات دي داخله في شقوق ايديه تحت، فمبتلى بهذا، دي مهنته. فيبقى يعفى عن القليل اللي هو داخل يغسل ويجتهد بقدر الامكان، ما يسيبهاش تطول، لكن لو اتبقت شويه حاجات بسيطه كده يعفى عنها لانه ابتلي بيه، لان دي مهنته كده. خدت بالك؟ ويعفى عن القليل في حق من ابتلي به. وعندنا قول بالعفو عنه مطلقا في القليل برضه، في قول بالعفو عنه مطلقا في القليل برضه. من وسخ يمنع وصول الماء اليه، اليه هنا تعود مش على الوسخ، تعود على الموضع اللي تحت الوسخ. يمنع من وصول الماء اليه اي الى الموضع المختفي بالوسخ. فهمت ازاي؟ ادي معنى اليه، فيسموها استخدام. يقول لك الاستخدام ده يعني ايه؟ يعني ضمير يعود على غير مذكور لانه مفهوم. ده يبقى الاستخدام في اللغه، ان يجيب لك ضمير يعود على غير مذكور. ضمير يعود على غير مذكور تفهمه منين؟ بتفهمه بالعقل، بالقرينه. فهمت ازاي؟ أي إلى ما تحتها من البدن، وإن كان المتقدم في كلام الشارح ما تحتها من الوسخ فيكون فيه استخدام، فإن كان لا يمنع وصول الماء إليه لم تجب إزالته. فإن كان لا يمنع وصول الماء إليه لا تجب إزالته، يعني كمية بسيطة بحيث الماء بيخترقها ويصل تحتها خلاص، يبقى لا يجب إزالته، لكن يستحب، لكن لا يجب، مش واجب، لكن يستحب. والرابع أي من فروض الوضوء مسح بعض الرأس. نقرا الرابع ده بس علشان المرة الجاية ناخد بقى الترتيب، ناخد غسل الرجلين والترتيب، ونخلص الايه الفرائض في القعدة اللي جاية، عشان احنا هناخد اجازة يوم السبت 10/7، يوم السبت بس 10/7 هناخد اجازة عشان انا معزوم على فرح، بس فاضطر ان انا ابقى في الفرح بقى. بناء قالوا لي ما تجيبش حد. والا الفرح مش هيتم، تبقى مشكله. لكن الصبح هبقى في الازهر عادي يوم السبت، لان الفرح بيبقى بالليل مش الصبح. قوله
لا والله الميعاد من 7 ل 10 عشان الحق اروح العياده، اصله دخله او بال عندك يعني بناء، فما بيسهروش يعني. وبيقول لك العروسه للعريس والجري بقى للمعازيم. والرابع اي من فروض الوضوء مسح المراد به للمساح برضه، مش المسح زي ما قال لك المراد به للانغسال هناك، المراد به للمساح يعني اي مسح. ان شاء الله حتى وانت معدي كده جنب الحيطه المبلوله راح دماغك مسحت فيها، بس كنت غسل دراعتك واخد بالك وشغال في الوروق ماشي تمشي، يلا اغسل رجليك بقى. يعني المراد مطلق للمساح، او واحد معدي كده وانت بتتوضى بعد ما غسلت ايديك وايده مبلوله راح مسحها لك كده ومعدي، اصله بينظف الحمام واخد بالك، فبيريش كده وبعد كده ايده مبلوله كده خلاص تروح رافع رجلك بس لان جت ايه في وقتها. كل ده ايه يعني تاخد بالك علشان الفقيه مهم يبقى فاهم الحاجات دي لاسباب كتيره، اصل قد يعني يكون الميه قليله وتمت الحكايه دي يبقى خير وبركه عشان تكفي غسل رجلي الاثنين، لان لو خدت منها حاجه يمكن ما يكفيش غسل رجلي الاثنين، يبقى بركه الحمد لله جت كده من عند ربنا عشان بقيه الميه تكفي. فبتحصل يعني. بعض الراس، المراد عند الشافعيه مسح بعض الراس مش استيعاب كل الراس، ده الواجب الفرض، استيعاب كل الراس ده سنه، استيعاب كل الراس في الايه في الوضوء ده سنه، وتسليس الراس سنه انك تعملها 3 مرات، لكن الواجب عند الشافعيه بعض الراس ولو موضع شعره بس بمحاذاه شعره واحده، بمحاذاه الراس ما تكونش مدلدله كده، واحده عندها ضفيره كده تروح ماسحه على الضفيره من تحت، لا لازم تكون بمحاذاه الراس، او تكون عندها ضفيره ولو عاملاها كحك تروح ماسحه على الكحك، لان دي مش بمحاذاه الراس، لان لو تركت استرسلت فهمت ازاي؟ لا تمسح على الحاجه اللي هي لازقه على الراس. واضح؟ الحتت دي كلها مهمه، لان كان في ناس زمان الرجاله كان زمان شعرهم طويل يضرب ما بين منكبيهم لكن ويلبسوا العمامه وكده وكان يبقى شكلهم وجيه واخد بالك، لكن الوقت الرجاله بقوا ايه شعرهم قصير فما تفرقش، لكن الكلام ده بيبقى في النساء اللي هم عاملين بقى ايه كحكه عاملين ضفيره، يبقى لازم ايه الجزء اللي بمحاذاه الراس. مسح المراد به للمساح وان لم يكن بفعله كما مر بعض الراس اي وان قل ولو الجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا، ولو الجزء اللي يجب غسله مع الوجه، ما احنا قلنا بغسل الوجه يجب غسل جزء من الراس وجزء من الرقبه مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مش كده؟ فيبقى حتى الجزء اللي انت بتغسله وانت بتغسل وجهك ده تروح مسحه تاني واخد بالك، يبقى خلاص يكفي. والمراد مسح بعض بشرة الرأس، قال لك ليه بشرة الرأس؟ علشان يدخل الأصلع. أصل لما يقول لك الشعر طب والأصلع يطلع من المولد بلا حمص؟ أو حالق مثلا أقرع خالص يطلع من المولد بلا حمص؟ لا. يعني المراد بشرة الرأس نفسها. سواء شعر عليها أو ما عليهاش شعر. المهم إيه اللي يمسحه على بشرة إيه الرأس نفسها. يعني لو واحد اصلع كده وشعره نابت لا من اول نص دماغه كده، لو مسح حته الصلع اللي هنا دي تمشي مفيهاش حاجه، مع انه ما جابش على شعره خالص عشان مش عايزه يتنعكش مثلا ما يجراش حاجه، او لابس عمامه او طاقيه راح زقها كده راح زقها بانت الحته دي عشان ما فيش حته يشيلها فيها خايف تتوسخ في الميضه، فراح زقها كده وراح مسح تمشي، كل ده يمشي صح مفيهاش حاجه. والمراد مسح بعض بشرة الرأس بدليل قول الشارح أو مسح بعض شعر في حد الرأس، وظاهره أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة. ظاهر كلامه كده يقول لك يعني طب افرض عنده ورم كده ودلدل من دماغه لما بقى واقع على رقبته، لكن هو نابت من دماغه ونازل كده يوم يمسح عليه على بشرته يعني. في رأي يقول لك ينفع عليه واخد بالك، في رأي عندنا يقول لك ينفع عليه لأنه العبرة بأصله، وفي رأي تاني قال لك لا لازم يبقى بمحاذاة الرأس، وده المعتمد اللي عليه الفتوى، المعتمد اللي عليه الفتوى يبقى بمحاذاة الرأس. يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه، يعني عن حد الرأس
وبه قال الأجهوري وقال الشبرا مليسي، ده من علماء الايه نسبة لشبرا ملس، ما دي بلد في في وجه بحري تبع المنوفية ظن، شبرا ملس تبع ايه مركز زفتة غربية، الشبرا مليسي ده كان منه. كما قاله الشبرا مليسي لا يكفي المسح على البشرة الخارجة عن حد الرأس كالشعر الخارج عن حده، ففيها تفصيل الشعر واستوجهه بعضهم، وبعضهم بقى لا ان رأي الشبرا مليسي ده وجيه. عندك حق، ده يقاس على الشعر اللي مش في حد الرأس، فهمت ازاي؟ لا هو وجيه، لان الرأس اسم لما رأس لما علا يعني، وعلى لما رأس وعلى، فلا يصدق بذلك، فلا يصدق بذلك على السلعة اللي هي وقعت تحت ونزلت لتحت، ما يبقاش عليها سم عليها رأس، فهمت ازاي؟ انها نزلت. ولو كان له رأسان نفس الحكاية زي التوائم الملتصقة، يتولد وفي واحد يبقى ليه رأسين، يقول لك راجل برأسين، رأس طالعة كده ورأس العادية المعتاد، له رأسان. ولو كان له رأسان فإن كان أصليين، الاثنين أصليين، كفى مسح بعض أحدهما، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا، وتميز الزائد يعني إن ده زايدة، واضحة كده إنها زايدة لدرجة هيروح للدكتور يشيلها له، أصلها زايدة مفيش جواها جمجمة ولا مخ ولا حاجة، دي حاجة زايدة كده، واخد بالك؟ وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد. ولو سامت أو اشتبه، طب افرض الرأسين بتوعه مشتبهين، ما نعرفش بين الزيادة ومن النقص، ومسامتة يعني ايه؟ يعني في اتجاه الرأس عالية، مش واحدة واطية والتانية عالية، ده معناه المسامتة. أو اشتبه عليه، مش عارفين الأصلي من غير الأصلي، وجب مسح بعض كل منهما، لأن احنا مش عارفين أيهما أصلية، فيبقى ارتبط الواجب بمبهم في أحدهم، فهمت ازاي؟ فوجب مسح بعض دي وبعض الرأس دي علشان صار الواجب مبهم في بعض ايه في ايهم، فيبقى يمسح بعض دي وبعض دي. وجب مسح بعض كل منهما. والرأس مذكر، تقول هذا رأس، مش هذه رأس، تقول هذا رأس، واخد بالك ازاي؟ رأيت رأس، مش ايه رأيت يعني مثلا ايه، طيب يعني مذكر. لا تمشي اصلا على الاثنين، المثال ده مش هيمشي. مسح بعض كل منهما. والرأس مذكر، تقول الرأس حلقته، مش حلقتها، ولا تقول حلقتها، ده مع ان في لغتنا احنا تقول انا ايه حلقتها، يقولوا مالك حلقتها كده ليه على رأسك، هي يقولوا مالك حلقته لأنها مذكر، لكن اللغة العامية بتخالف. وكذا كل عضو ليس متعدد غالبا، متعددا غالبا، كالأنف، أي عضو غير متعدد غالبا بتلاقيه مذكر غالبا إلا المستثنى، كالأنف تقول هذا أنف، وقد يكون مؤنثا كالرقبة، وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث كاللسان، تقول هذا لسان وهذه لسان، ينفع فيها الاثنين، والقفة تقول هذا قفة وهذه قفة. وكل عضو متعدد فهو مؤنث، كل عضو متعدد في منه اثنين او اكثر تلاقيه مؤنث، تقول هذه كلية لان في اثنين، هذه يد لانه في يدين، مش كده برضو؟ وهذه رجل، تقول لانه في رجلين، فكل عضو متعدد فهو مؤنث كاليد والرجل والعين والاذن. من ذكر او انثى او خنثى، يعني لازم يمسح بعض الرأس سواء كان ذكر او انثى او خنثى، كله يمسح بعض رأس في الوضوء. تعميم في الرأس، أي سواء كان من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر، أي ولو شعرة، أي ولو شعرة، يعني يكفي ولو شعرة، خدت بالك؟ واحدة أو بعضها، ولو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يجب إعادة المسح زي ما قلنا في الأول. في حد الرأس، يبقى بشرط ان الشعرة دي اللي هيمسحها او بعض الرأس الشعر اللي هيمسحه ده يكون في حد الرأس، مش مدلدل عنه زي الضفيرة، خدت بالك تقوم تعمل كده وهي على كتفها، لا ما ينفعش، لازم يكون في حد الرأس. بأن لم يخرج من حده بمده من جهة استرساله، فإن خرج منه به منها، يعني به يعني بمده من حد الرأس، لم يكفي المسح على النازل عن حد الرأس،
ولو بالقوة على المعتمد. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك في ضفيرة وراحت لويت الضفيرة دي، لويتها عملتها زي كحكة وحطيتها على دماغها كده وزبطتها ببنش. لو شالت البنشة دي تنزل الضفيرة بعيد عن حد الرأس، يبقى ما ينفعش تمسح على ديل الضفيرة بالرغم ان هي بقت في حد الرأس. ليه؟ لان لو تركتها هتسترسل تبقى في غير حد الرأس. فهمت الكلام؟ ادي معنى كلامه. طب افرض شعره مكتكت ملولو ملولو ملولو، بيقول لك حتى لو فردته بالقوه كده يبقى بعيد عن حد الراس، يبقى يمسح في حته من حد الراس بعيد عن الحته المكتكته دي، يعني او ولو بالقوه يعني ولو انت شديته كده بالقوه، لواء بنفسه او بالقوه. كما لو كان معقوصا او متلبدا ولو مد لخرج. معقوص زي ما قلت لك معمول زي الضفيره ومعمول كحكه ملفوف كده. ولا تتعين اليد للمسح، ما تتعينش انك تمسح بايدك باي حاجه، اي لان المدار على وصول الماء لما يجزي مسحه بيد او غيره ولو من وراء حائل. ولو كان من وراء حائل، يعني لابس جوانتي كده وبلب ايده وهي بالجوانتي ومسح، تمشي. او جاب خشبه مبلوله بلها كده ومسح بيها، او جاب ايد اللي جنبه مبلوله ومسح بيها، اي كل ده يمشي. خدت بالك ازاي؟ يعني مش شرط بايد نفسه ومش شرط تبقى بغير حائل، يعني ولو بحائل. لأن المدار على وصول الماء لما يجزي مسحه بيد أو غيرها ولو من وراء حائل، لكن فيه حينئذ تفصيل الجرموق على المعتمد، خلافا لابن حجر حيث قال بأنه يكفي مطلقا. الجرموق ده هتاخده في المسح على الخفين، في المسح على الخفين، انك انت بتمسح على رجلك لو انت ايه فيها تفصيل بقى، واخد بالك؟ زي لو نفذ الماء من خلال الجزء، يعني انا حطت على دماغي منديل، واخد بالك؟ امسح فوق المنديل يوم ينشع ايدي، ايدي هتنشع من خلال المنديل ده توصل للشعر، خلاص يمشي. ادي من حائل اهو، طالما. لكن لو المنديل صفيق تخين ولو حطيت ايدي كده ما ينشعش وما يوصلش، ده ما ينفعش، يبقى فيها نفس التفصيل بتاع ايه غسل الرجل داخل الجرموق هتيجي فيها. فهمت ازاي؟ بشرط طبعا ان الحائل ده يكون طاهر ما يكونش عليه نجاسه، والا يبقى هتحط عليه هتنشر النجاسه وتنقلها. نفس الشروط موجوده في الجرموق اللي هو ايه؟ اللي هو الخف، برضه ما يبقاش عليه نجاسه الا نجاسه معفو عنها. كان يكون حاطط المنديل ده حاطه ليه؟ علشان في جرح تحتيه، والجرح اللي تحتيه ده كان بيجيب دم وبينزف، فالدم نشف ونشع، ولو شاله هينزف تاني زي الضمادة، يبقى ساعتها خلاص دي نجاسة معفو عنها، يبقى يمسح بقى ايه على اي حتة وخلاص تمشي. قربنا نخلص، فاضل 3 سطور، ما تقلقوش الناس اللي عايزة تصلي هنصلي ان شاء الله. الصبر جميل، شعارنا الصبر جميل، واحيانا مفتاح الفرج، والافضل يبقوا الاثنين، الصبر جميل ومفتاح الفرج ان شاء الله. بل يجوز بخرقة، يعني يجوز المسح بخرقة، اي كمن شفى وقوله وغيرها، اي كعود، ولو عود السواك. عارف عود السواك ده؟ تبله كده تروح مسح بيه تمشي، راسك اتمسح يعني، مبروك عليك خلاص تم الوضوء، اغسل رجليك. كل ده لاداء الفرض لكن مش السنة. السنة استيعاب الرأس كلها والتسليس، دي السنة، احنا بنتكلم في فرائض الوضوء، خدت بالك؟ ولو غسل رأسه جاز. طب افرض بدل ما ايه يمسح على رأسه راح حاططها تحت الحنفية غسلها، فهمت؟ يجوز، لأن الغسل أعم من المسح، الغسل أقوى من المسح، فيتأتى المسح مع الغسل من باب أولى. واضح الكلام؟ يبقى ولو غسل جاز. كان الأنسب أن يقول ولو غسل بعض رأسه جاز، لأن الكلام في مسح بعض الرأس الذي هو الواجب لا في مسح كله الذي هو المندوب، ويحصل بذلك سنة الاستيعاب. وأشعر قوله جاز أن المسح أفضل وإن كان لا يكره الغسل كما قاله في شرح الحاوي، وإنما جاز ذلك لأن المقصود من المسح وهو البلل حاصل بالغسل وزيادة، وهذا هو المراد بقولهم لأن فيه مسحا وزيادة، وإلا فحقيقة المسح غير حقيقة الغسل،
حقيقة المسح ان ايه؟ انك تمسح بايه؟ بايدك مرطبة بالماء، انما الغسل جريان الماء، فحقيقة الغسل غير حقيقة المسح. واخد بالك ازاي؟ ده كلامه. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها، يعني ايده مبلولة وحطيتها كده بس، تم برضو المسح حتى لو ما حركش، عمل كده وحتى هكذا. ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز، أي لأن ذلك مسح، إذ لا يشترط فيه تحريك، وإنما نص عليها لأنه قد يتوهم عدم كفاية ذلك. ونقف على الخامس من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.